احلب كده، احلب كده، احلب اكثر. خلاص تعبت يا اخي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معاكم ريتشارد، رجعت لكم فيديو جديد عن جينشن امباكت. فيديو اليوم يا شباب عندنا اكثر سلسله محبوبه ومحلوبه دامي القافية، سلسلة يا شباب التوب 5، وعندنا اليوم توب 5 لأفضل مستخدمين السيف الخفيف. فقبل أن نبدأ المقطع يا شباب، لا تنسوا تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، تضغطوا لايك واشتراك، لأنه هذا المقطع راح يقلب مشاكل فعلا، ضارب حرب عالمية ثالثة في التعليقات. فيب خلونا نبدأ. يا شباب بخصوص الانترو القديم والجديد، فبكل مقطع راح نحط فيه الانترو القديم، والمقطع اللي بعده راح نحط فيه الانترو الجديد، وزي كذا كل مره مقطع شكل وفي انترو شكل علشان التنويع، لان شايفهم اثنينهم احلى من بعض. خلونا نخش على طول في المركز الخامس يا شباب، وليه الزومبي الكيوت الصغيره تشيتشي. تشيتشي يا شباب اعتبرها اقوى هيلر موجود في اللعبة، فلا تقول لي باربرا ولا تقول لي جين ابدا، تشيتشي اعتبرها اقوى هيلر موجود في اللعبة، والسبب منها تي من القدرة الاولى من الالتيميت من الباسف تبعها الاثنين. تخيلوا يا شباب كذا انكم لو دخلتوا الابس وما معاكم زونجلي، حرفيا ما في اي شيء راح يصمد معاكم غير تشيتشي، لانه درع زونجلي هو الدرع الوحيد اللي يصمد قدام الحجرين الزفتات هذولاك والرقاصات الابس المائيين. لو ما كان معك زونجلي فتقدر انك تاخذ تشيتشي، لانه الهيل اللي راح تعطيك اياه الهيل الخرافي اللي ممكن يوصل ل 4000 3000، ممكن يعوضك بشكل جدا كبير عن الشيلد. غير كذا انه العلامه الختم اللي تسويها من الالتيميت والباسف الثاني، تخيل انه في كل مره تسوي تفاعل عناصر والوحش عليها على هذه العلامه راح يزيد لك الهيلينج بونس، اي انك راح تهيل اكثر. او ماي جاد، متخيلين كيف الباسف تبع هذا مره اسطوري. غير كذا يا شباب حتى لو ما كان معك القدره الاولى او تقدر تستخدم الباسف الثاني وتضرب بتشيتشي، وفي احتمال انك تطلع هذه علامة الختم مرة ثانية، اول ما تروح يكون رجع لك الالتيميت والقدرة الاولى، فحرفيا هيلينج 24 ساعة. وغير كذا انها عنصر ثلج، والقدرة الاولى تبعتها جدا جدا خرافية كسبورت دمج اسطورية، سواء كنت تلعب هيديلوك بهوتاو بريزر برضو مصورية مع ريزر تسوي لك سوبر كونداكت، مع هوتاو تسوي لك ميل تو ديلوك زي كذا، عنصر نار جدا خرافي السبورت، ومع تشال تقدر انك تجمد الاعداء وتقعد تمحط فيهم لين تقول بس. فصراحة اعتبرها من افضل السبورتات في اللعبة، وهي حسب الارقام اللي جالس اشوفه كل شيء انها اقوى هيلر موجود في اللعبة. وفي المركز الرابع يا شباب البطل المنسي اكثر حتى من امبر، اللي هو البيدو. البيدو عدد قليل جدا من اللاعبين عندهم اياه، والاقل من هذا هم اللي يعرفون قيمته. ديم والله اليوم جالس اقول حكم. المهم يا شباب البيدو صراحة انظلم بشكل جدا كبير يا اخي، كل مرة اتخيل كذا المكان اللي نزل فيه اموت ضحك اقسم بالله. تخيلوا كذا انه هو نزل متى، تخيل متى يا عزيزي المشاهد نزل البيدو، نزل في الوقت اسوأ وقت في اللعبة ممكن تنزل فيه شخصية جديدة، اللي هو وقت نزول جاني والشاو او الناس كلها اللي جالس يجمع الشاو وجالس يجمع الجانو، حرب عالمية ثالثة وهذا اقوى وانت وما ادري ايش وشاو عمك. البيدو المسكين زي كذا في النص، يا هلو انا وش دخلني هنا؟ صدقوني يا شباب الان ممكن لو نزل البيدو كل اللاعبين راح يسحبونه، لانه راح يعرفون قيمته الان بالابس، كيف انه يعطيك شيلد والمنتال ماستري اسطوري. بس المسكين نزل في نص الاثنين هذولاك اللي شقوه شق اللاعبين. استرها معانا يا رب يا رب.
اقل بينر انسحب. تخيل انه البينر حق البيدو انسحب تقريبا اقل حتى من بينر كيتشينج. اوه ماي جاد يا شباب، وربي بطل جدا مسكين انظلم بشكل جدا كبير. بس يا شباب لما اروح العب في البيدو بحساب اخوي الاقي انه مره اسطوري، يعني الورده تبعته تسوي لك درع وتسوي لك دمج كذا، حتى اوز او الدب حق شانلنج لما ترميه يسوي برضه تفاعل يطيح لك شيلد ويزيد لك الالمنتال ماستري، وكل ما زاد الالمنتال ماستري راح يزيد قوة الشيلد. فحرفيا انت عندك كذا بطل يعطيك الالمنتال ماستري ويعطيك شيلد ويعطيك دمج، فايش تبغى اكثر من هذا؟ فيب يا شباب صراحة اتمنى لو ينزل الان راح اسحب على كل الشخصيات وراح اجيبه. واللي صار مع نفس اللي صار مع زونغلي انه كلها سحبت عليه، ولما رجع سوى بف العنصر الحجر كل الناس عرفوا قيمته. وفي المركز الثالث البطل اللي ناشبلنا بكل بينر موجود الان في البينر الحالي، يبها اكيد كلكم عرفتوه، اللي هو السبورت الاسطوري شينكيو. شينكيو المميز فيه انه يعطيك درع ويعطيك هيل ويعطيك برضو سبورت دمج، ولو حطيت معاه النوبلس خلاص كذا اكتمل معك سبورت حرفيا 5 نجوم. شينكيو صراحة اسطوري جدا، والسبب الرئيسي انه عنصر ماء، وعنصر ماء من افضل عناصر السبورت في اللعبة. والشيء الثاني انه ينفع يركب مع اي تيم، حطه مع ريزر وتشوف فرم دمج الكترو تشارج الاعداء اللي قدامك ما لحقون حتى يضربونك. حطه مع ديلوك تسوي فيباراس، حطه مع هوتاو يا حبيبي الكومبو حقه مع هوتاو جدا اسطوري. حطه برضه مثلا مع جاني او مع يول اللي نازله حاليا، اللي تقدر تجمد الاعداء وتلطنهم بالسيف تسوي عليهم ضرر فيزيكال جدا عالي. فصراحة شينكيو اعتبره من افضل السبورتات في اللعبة، ولو حصلت له فول كونستليشن راح يصير بطل حرفيا 5 نجوم وممكن اكثر، لانه الكونستليشن حقه يزيد لك الدفاع وينقص دفاع الخصوم واشياء كثيرة كذا، ويضرب سكاكين كثيرة، شيء مرة اسطوري صراحة من افضل سبورتات اللعبة. صراحة المشكلة الوحيدة اللي اشوفها في شينكيو انه نسبة انه يطلع لك من البنارات جدا قليلة، ما ادري كيف يعني هذا الشيء، لانه حظ جدا بيض ولا عند كل اللاعبين زي كذا. الان بيدو تخيلوا يا شباب انه طلعت لي 8 مرات، يعني لو كان في كونسليشن فوق الستة كان طلع لي كونسليشن 8 البيدو، وبرضو البطل الثاني اتوقع شنيان. فشينكيو تخيل انه ما جالي الا مرة واحدة من يوم ما لعبت اللعبة، في كل بنار يجي افتح ولا يجيني شينكيو. تخيلوا يا شباب كيف انه ما اعرف صراحة نسبة الدروب حقه يمكن بالبنارات جدا قليلة، اللعبة وسخة والله. تشوف البطل الكويس ما تنزل لكم يا، فصراحة من افضل سبورتات اللعبة ويستحق بكل جدارة انه يتفوق على ابطال الخمس نجوم اللي قبله. اوكي شباب ابغاكم كذا تاخذون نفس عميق، وبالله اللي حط زر اللايك لا يشيله. اوكي شباب دقيقة، المركز الثاني عندنا يا شباب كيتشينج. خلونا اشرح لكم ليه كيتشينج حطيته في المركز الثاني، او راح تعرفون ليه لما تعرفون مين هو المركز الاول. عندنا البطلة كيتشينج. ايش المميز في كيتشينج؟ المميز فيه انا عنصر كهرباء وانا سريعة وممتعة جدا في اللعب. عنصر الكهرباء من المعروف انه اكثر عنصر مسحوب عليه ومخسوف في الارض موجود في اللعبة، لانه تفاعلاته مع باقي العناصر كلها بيض، يعني مستحيل يتقارن مع الميلت والفيبرايز. ايش هو المميز في كيتشينج ويخليني صراحة انا استمتعت جدا في اللعب فيها بالحدث الماضي؟ المميز فيها شباب انها جدا سريعة في الضرب والاتاك، وانها جدا جدا ممتعة في اللعب بدون اي مبالغة. الحدث الماضي اللي نزل تخيلوا ان جلست كذا العبه ساعتين كاملات حتى بعد ما خلصته بس علشان العب كيتشينج. فعلا طريقة اللعب تبعها والستايل حقها جدا خرافي، ستايل ميناتو اللي تابعون ناروتو يعرفون من ميناتو اللي هو ابو ناروتو، اللي ترمي كذا زي السكين بعدين تنتقل عليه وكذا كهربا سريع اسلوب نينجا. فصراحة الشيء الوحيد اللي خلي ممكن الناس يحبون كيتشينج مو الدمج العالي اللي طلعه، لا بالعكس هو الدمج ممكن يكون شوي متواضع، الا انه ممتع جدا صراحة فيها اللعب. وممكن تطلع فيها ضرر الكترو كويس، بس صعب جدا تطلع ارتفاكت حقه لانه مرة يجلط. فصراحة بطلة جدا ممتعة في اللعب، وانا اتمنى لو يسووا لها باف، علشان صراحة انا راح اجيبها لو سووا لها باف لعنصر الكهرباء، لانه صراحة من اكثر ابطال متعة في اللعب الموجودين في اللعبة. اوكي ما اقدر اقول تستحق انها تكون في المركز الثاني، بس راح اقولها.
وفي المركز الاول عارف انه الكل عارفه بس شغل صوت طبول يا مونتاج اللي هو بينت. ما في اي احد يقدر يعترض انه بينت هو افضل بطل سبورت دامج موجود في اللعبة. كمية السبورت اللي يسويها بينت للدمج جدا جدا اسطورية لو اتكلم عليه من اليوم الى بكرة. بينت الحال بطل ممكن اول ما تحصله يكون فعلا بطل 4 نجوم. لو جبت تخيلوا بس يا شباب كذا بطل 4 نجوم، لو جبته بس الكونسليشن الاول مباشرة بينت راح يصير بطل 5 نجوم. راح تقولوا لي ليه وكيف. اول شيء 20% من البف تبعه من الباسف، وثاني شيء البف 20% برضه من النوبلز، وثالث شيء البف الاتاك اللي حطيت 2 من عنصر النار اللي هو 25%. فتخيلوا يا شباب تقريبا، فتخيل عزيزي المشاهد ان الاتاك تبعك راح يصير 65%. اوه ماي جاد، تخيل كذا الدمج تبعك تضربه 10,000 بوف فجأة يصير 30,000 وممكن 25,000 حسب ليفل بينت اللي عندك. فكل مرة تطور فيها الاتاك تبعه وتطور فيها السلاح وتطور فيها الالت راح يزيد الدمج تبعك. تقدرون تعرفون قيمة بينت من الفيديوهات دائما تشوفونها على اليوتيوب، اللي يجيب 3 مليون اللي يجيب 4 مليون. صدقوني بينت لو ما كان موجود معهم بالفريق حرفيا ممكن الدمج تبعهم ينقص للنص او ممكن اكثر من النص ينقص من الدمج تبعهم. وسبب انه بينت يرفع الاتاك بشكل جدا جدا عالي، ممكن يوصل اتاك الشخصية حقك لل3000. وتخيلوا يا شباب انه لكم لو حصلتوا هذا السيف اللي انا الان استخدم البينت، لو طورتوا هذا السيف الليفل ماكس وخليتوا الاتاك تبع بينت جدا عالي راح يصير بطل 7 نجوم. خلاص عاد مزحنا معك لا تمون، حتى مو ب6 نجوم يا شباب. تخيل انه هذا السيف هو يعتبر اعلى سيف بالبيس اتاك موجود في اللعبة، فكل ما زاد ليفل السيف والاتاك اللي يعطيه البينت راح يزيد البوف. تخيلوا كمية الدمج اللي راح يضيبه بينت للتيم حقي، خصوصا انه عندي كونسليشن 1. او ماي جاد، ريزر عندي يضرب 19,000، تخيلوا كذا يضرب 30,000. شايفين كيف النطة الكبيرة في الدمج؟ فصراحة بينت اعتبره البطل الوحيد اللي يستحق يكون 6 نجوم حتى مو بس 5 نجوم. يعطيك هيل، يسوي لك بف للدمج، ما في اي بطل ثاني يسوي زيه، وبرضه انه عنصر نار فتقدر يزيد فيه الاتاك لو كنت تستخدم ديولك او هوتاو. فصراحة وبكل جدارة يستحق يكون المركز الاول كأفضل مستخدم سيف في اللعبة، واتمنى من لاعبين جيتشينج يشيلون الديسلايك اللي ضغطوه تحت. فبس الى هنا نكون وصلنا نهاية المقطع ونهاية الترتيب. لو كان الترتيب عجبك وتتفق معاي حط لايك، واذا كان ما يعجبك برضو حط لايك وبالله شيل الديسلايك. يا شباب معنات كيتشينج بالله، ترى هذا ترتيب الشخصي. بس راح اقولكم على شيء راح ينهي هذا الحوار كله. هل في دي بي اس زي كيتشينج او اقوى منها؟ يب، في دي بي اس كثيرين اقوى منها ويعدونها بالدمج في مراحل. هل في سبورت زي بينت يسوي هذا الدمج الخرافي البوف اللي يزيد لك اياه ويعطيك هيل؟ لا، بس صلى الله وبارك على سيدنا محمد، بينتي افضل سبورت وافضل مستخدم سيف. فيا شباب كذا نكون وصلنا نهاية المقطع للمرة الثانية، لا تنسوا اللايك والاشتراك وصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. شوفكم على خير بالفيديو القادم. Peace out.